يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نروح للزميله العزيزه سالة حامد اللي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره، مش الشيخ زايد، موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. واحد رحنا بقى العمليه في بيتها. المهم هنعرف من سالة كل المستجدات الخاصه بالنادي الاهلي. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار لجميع الفرق الرياضيه، واولهم طبعا الفريق الاول لكره القدم اللي كانوا في راحه سلبيه لمده 24 ساعه امبارح، والنهارده ان شاء الله هيعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش. يعني النهارده التجمع هيكون الساعه 11 والتدريب هيكون الساعه 12 عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الخميس إن شاء الله أمام نادي سموحة، وهتكون في الجولة الرابعة من أو ضمن منافسات يعني بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهتقام يوم الخميس إن شاء الله في مدينة الإسكندرية على استاد الإسكندرية. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أنتقل وأروح لجميع الألعاب الأخرى، ويعني خليني طبعا أقول لك يا كريم وأكيد أقول لك أنا هواندو إن امبارح اليوم كان حافل بالمباريات والنتائج الإيجابية في جميع الألعاب، يعني سواء كرة السلة، كرة اليد أو كرة الطايرة. يمكن كل المباريات لكل الالعاب دي كانت موجوده داخل مقر النادي على صاله الامير عبد الله الفيصل. واول مباراه يعني بدأنا بيها امبارح كانت مباراة الماسترز الرجال كرة الطايرة تحت قيادة طبعا الكابتن ميدو مسلحي، واللي قدروا ان هم يفوزوا يعني فوز سهل على نادي طنطا بثلاث اشواط مقابل لا شيء في دور ال 16 من بطولة كأس مصر، وكده خلاص يعني بشكل رسمي رجال الطايرة تأهلوا للدور الثمانية من بطولة كأس مصر، وهيواجهوا نادي سبورتنج يعني في الدور الثمانية يوم الجمعة ان شاء الله في مدينة اسكندرية على صالة نادي سبورتنج. كمان يعني المباراة الثانية اللي كانت على الصالة كانت مباراة لرجال كرة سلة وتحت قيادة المدير الفني الأسباني مستر أجاستي إبوش، واللي قدروا يعني رجال السلة بعد ما كانوا يعني متعادلين في النقاط مع نادي سموحة في أول كوارتر وتاني كوارتر قدروا يعني بأداء قوي وأداء متميز إن هم يفوزوا على نادي سموحة بنتيجة 86-62. ويعني النهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات بكرة عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة الأخيرة في المرحلة الترتيبية للفرق في بطولة دوري السوبر لكرة السلة. يمكن يعني مباراة نادي سموحة كانت امبارح كانت قبل آخر مباراة في المرحلة الترتيبية، آخر مباراة في المرحلة الترتيبية هتكون يوم الجمعة إن شاء الله مع نادي الاتحاد السكندري، ودي اللي هتحدد ان شاء الله النادي الاهلي هيكون في صداره الدوري ولا لا. المباراه هتكون في مدينه الاسكندريه على صاله نادي الاتحاد السكندري. كمان المباراه اللي بعد كده كانت لرجال كره اليد، واللي قدروا ان هم يفوزوا على نادي البنك الاهلي بنتيجه 9-35-32، ودي كانت يعني ضمن المنافسات للمرحله الثانيه لبطوله دوري المحترفين لكره اليد. قدروا امبارح رجال اليد ان هم يفوزوا ايضا فوز سهل على نادي البنك الاهلي، ولكن النهارده يعني بدون راحه هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الخميس اللي هتكون امام نادي طلائع الجيش، والمباراه هتكون موجوده برده هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الساعه 6، ودي هتكون يعني الجوله الرابعه في المرحله الثانيه لبطوله دوري المحترفين لكره اليد. كمان يعني رجال الطايره الماسترز بعد مباراه يعني طنطا امبارح النهارده هيكونوا برده يا كريم في راحه سلبيه من التدريبات ويعودوا مره اخرى التدريبات بكره ان شاء الله عشان يستعدوا لمباراه سبورتنج. يمكن كمان يعني استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان طايره بنات النهارده هيكونوا في راحه سلبيه وهيعودوا للتدريبات بكره الساعه 5:30 عشان عندهم مواجهه مهمه في الدور 16 من بطوله كاس مصر مع نادي ادلفي يوم الجمعه القادمه في مدينه الاسكندريه، وسيدات اليد النهارده عندهم تمرين الساعه 8 على صاله الامير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي لعوده المباريات مره اخرى ان شاء الله يعني في شهر 3 القادم. يمكن امبارح يعني الاتحاد المصري لكره اليد حدد خلاص يعني موعد جميع المباريات في المرحله الثانيه لبطوله الدوري، واللي خلاص يعني صعد فيها ست فرق من الانديه المصريه منهم النادي الاهلي. يمكن اول مباراه ان شاء الله هتكون يوم 11/3 شهر مارس القادم، عشان يوم 11/3 هيكون مع نادي الجزيره على صاله مركز شباب الجزيره، ودي هتكون في تمام الساعه 2 ظهرا ان شاء الله بالنسبه ل سيدات اليد. يمكن دي يا كريم ويا نهواند كانت كل الاخبار بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه وكمان استعداداتهم للمواجهات والمباريات الفتره القادمه. كمان الفريق الاول لكره القدم اللي عنده مواجهه مهمه مع نادي سموحه يوم الخميس المقبل. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كريم، تفضل.
جميل جميل. يعني تغطية كافية ووافية زي ما بيتقال. بنشكرك يا سالة جزيل الشكر على هذه التغطية ونروح بقى.